السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تزال أختنا التاء تعاني ما ألم بها من أذى منذ أمد بعيد، وتشتكي إلى الله والله يسمع شكواها. وقد أراد الأحباب المساعدة ولكنها رفضت، فهي لا تطلب شيئا وإنما تنتظر منا أن نوشحها بنقطتين من نجيع الحبر لتعيش حياة سعيدة، فيستسيغ لفظها اللسان كسائر الحروف الأخرى، وبهذا تعود الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها. واللغة العربية هي أول من اشتكى من ذلك، حيث تكتب تاؤها خطأ بلا نقاط، بيد أنها ترفع الرأس عاليا في كل زمان ومكان من دون نقاط. فهي قوية عزيزة عنيدة، لا تهزها النوائب ولا تقع منها إلا موضع أقدامها. إنها لغة الضاد والأضداد والأجداد والأحفاد. فيا أعزائنا، يا أحباءنا، متى نكتب التاء المربوطة تاء ولا نجعلها هاء؟ اسمعوا واقرأوا ماذا يكتبون. هذه جنسية المواطن العراقي، فالتاء المربوطة في كلمة جنسية هي ليست ضمير الجر الهاء المتصل بحرف الجر، كقولنا منه وعليه وفيه وبه إلى غير ذلك. والصواب أن نقول هذه جنسية المواطن العراقي. وكذلك يكتبون أجب عن أربعة أسئلة، والصواب أجب عن أربعة أسئلة، فيجب أن أضع النقطتين فوق لفظة أربعة وفوق لفظة أسئلة، وعند الوقف على التاء ألفظها هاء فتسكن، لأن العرب لا تقف على متحرك. والأمثلة في ذلك كثيرة لا حصر لها. فمتى نريح ونستريح من مشكلة النقطتين؟ ولا تنسوا، فلا تقولوا من مشكلة النقطتين. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.